اهلا حضراتكم مشاهدينا، نظره تحليليه اسبوعيه تاتيكم في كل يوم خميس على الشان الافريقي. ماذا يدور في افريقيا؟ ماذا يدور تحديدا في علاقتنا بدول حوض النيل، بما انه الموضوع الابرز المسيطر على الاهتمام في مصر وفي دول حوض النيل في القاره السمراء. لكن قبل ان نستكمل سلسله الحلقات النقاشيه التي نطرحها منذ تفجير هذا الموضوع بتحويل مجرى النيل الازرق، دعونا اولا نبدا وكالمعتاد نظره على احوال القاره واهم احداثها على مدار الاسبوع الماضي. نبدا من مالي، حيث اجتمع وفدان عسكريان احدهما من قبل السلطه الماليه والاخر من الطوارق في وجدوجو للاعداد لعوده الجيش المالي الى كيدال شمال مالي، واعاد تجمع مقاتلي الطوارق استعدادا للانتخابات الرئاسيه في يوليو القادم. وتضم اللجنه المكلفه تطبيق الاتفاق الذي وقع الثلاثاء في عاصمه بوركينا فاسو من قبل باماكو والمجموعات المسلحه ضباط من الفريقين يساعدهم شركاء دوليون خصوصا من القوى الافريقيه المنتشره في مالي. فقال مصدر من الجيش المالي بعد انتهاء الاجتماع ان الهدف هو العمل لفرض احترام المهله التي حددتها السلطات السياسيه، واضاف ان اعمال الاجتماع جرت في مناخ جيد جدا. ومن جانبها قالت الطوارق ان الامور تتقدم، حيث تم تبادل الاراء حول اعاده تجمع المقاتلين ومكان التجمع، كما تحدثوا عن مسألة انتشار الجيش. أما في نيجيريا فقد أسقطت المحكمة العليا بأبوجا الأربعاء التهم الموجهة إلى أربعة لبنانيين. قالت السلطات النيجيرية إنهم أعضاء في خلية لحزب الله اللبناني وأنهم كانوا ينوون ضرب مصالح إسرائيلية بنيجيريا. وقال محامي الدفاع أحمد راجي إن قرار المحكمة بإسقاط التهم جاء على خلفية عدم وجود أدلة قضائية واضحة تدينهم، مشيرا إلى أنه سوف يتقدم بطلب لإطلاق سراحهم في أقرب فرصة، وأن الأسلحة والذخيرة التي قيل إنها تخص اللبنانيين تم العثور عليها في منزل لا يمتلكه أحد منهم. من جانبهم نفى أفراد الخلية تورطهم في التخطيط لعمليات إرهابية، وقالوا إنهم رفعوا دعوى قضائية في المحكمة العليا بأبوجا ضد المخابرات النيجيرية ووزارة العدل للمطالبة بتعويض يوازي 6.2 مليون دولار أمريكي على الأضرار التي لحقت بهم جراء الاتهام. للمتابعة معي عبر الهاتف الأستاذ محمد حسنين، مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط في نيجيريا. مساء الخير سيد محمد. مساء الخير. يعني هذه القضية ربما تلقي بظلالها على نيجيريا هذه الأيام، تعتقد أنه سيكون لها تأثير على المخابرات النيجيرية ومصداقيتها، خصوصا مع قيام المتهمين برفع قضية تعويض نتيجة للأضرار التي لحقت بهم؟ في الحقيقة أن هذه القضية بدأت تشتعل منذ حوالي 3 أسابيع، عندما وهذه القضية ضخمتها وسائل الإعلام النيجيرية والصحافة، واتهمت اللبنانيين وأبرزت الصحف ووسائل الإعلام كميات كبيرة جدا من الأسلحة والصواريخ، وقالت إنه تم العثور عليها مع اللبنانيين. وفي النهاية تم أمس إسقاط التهم عنهم، واتضح أنهم ظلموا في هذه المسألة. وهم لديهم ما يقولون، وأكيد أنهم غير متورطين في هذه الأسلحة والذخيرة. أما بخصوص المخابرات فهي المخابرات النيجيرية لظروف الأمن هنا وبوكو حرام ومشاكلها وحيث الطوارئ، فهي عندما تشك في أي شخص تعتقله وتحاكمه وتتهمه بالإرهاب والانضمام لجماعة بوكو حرام وهكذا يعني. لذلك كان السؤال عن مصداقيتها وبالتالي مدى قدرتها على السيطرة الأمنية في ظل الهجمات المستمرة من بوكو حرام وفي ظل سعيها للقضاء على البؤر الإرهابية. إلى الآن المخابرات النيجيرية قوية جدا ونجحت خلال الفترة الماضية، وقضت يعني ونسبنا كل أنها قضت على أعمال بوكو حرام خلال الفترة الماضية، عندها وخاصة بعد أن فرض الرئيس
الرئيس حفل التجاوز في بعض المناطق التي تنشط فيها اعضاء الجامعه، والمخابرات لعبت دورا مهما جدا وقطعت الاتصالات التليفونيه منذ اكثر من شهر، والتليفونات مقطوعه في المناطق التي تقوم بوكو حرام. نعم اشكرك استاذ محمد حسنين مدير وكاله انباء الشرق الاوسط في نيجيريا. ونتحول لمتابعة الأوضاع في الصومال، حيث تبنت حركة الشباب الهجوم على مجمع الأمم المتحدة في مقديشيو، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل بينهم 3 أجانب، حيث قام أفرادها باقتحام مكتب مقر الأمم المتحدة في العاصمة الصومالية وفجروا عبوات ناسفة. وأكد مصدر في المنظمة الدولية وقوع انفجار أمام بوابة مدخل المجمع وسماع عدوي إطلاق نار، مضيفا أن جميع موظفي الأمم المتحدة نزلوا إلى الملاجئ. ويعد هذا الهجوم انتكاسة للوضع في الصومال التي تستغل فترة الهدوء النسبي التي تتمتع بها منذ 9 أشهر لاكتداب منظمات الإغاثة الدولية مجددا للبلاد. وقد تراجع نشاط المتمردين منذ عام 2011، ولكن ما زالوا يسيطرون على أجزاء واسعة من الأراضي بجنوب ووسط الصومال. مع الأستاذ عبد الله محمود الصحفي الصومالي. سيد عبد الله، انتكاسة للأوضاع الأمنية في الصومال بالتأكيد، وفي المقابل هل هي عودة قوية لحركة شباب المجاهدين بعد الأمل من التخلص منهم بعد الخلاص من كسماي وآخر معاقلهم؟ في الحقيقة أنا لا أتوقع أن هذه العملية تدل على أن عودة لحركة شباب المجاهدين بشكل قوي إلى الساحة الصومالية، وسبب في ذلك أن حركة شباب المجاهدين في هذه الأيام هناك خلافات شديدة في داخل الحركة، وكان هناك ليلة أمس كان هناك اشتباكات في داخل حركة شباب المجاهدين، انقسموا إلى 3 أقسام واقتتلوا فيما بينهم، قتل قيادي وتوقفت المعركة اليوم في الصباح. فيعني الخلافات هي جانب الجهات التي كانت تتقاتل في داخل حركة شباب المجاهدين ليلة أمس، هو جانب يتبع لقيادي أحمد جدري، وجانب آخر يتبع للمتحدث السابق باسم حركة شباب المجاهدين. ولذلك فأظن أن حركة شباب المجاهدين قامت بهذه العملية التي لم تكن عملية متوقعة من ناحية الضخامة، حيث أن الانفجارات التي حدثت كانت انفجارات اهتزت لها المناطق المحيطة بالمقر والقريبة من مقر الأمم المتحدة، ونوعية المكان المستهدف أيضا هو يعني شيء مثير للغاية، حيث أن مقر الأمم المتحدة كان يتمتع بحراسة شديدة قريبة من الحراسة التي يتمتع بها القصر الرئاسي. هناك حواجز 4 حواجز متباعدة بعيدة جدا من مقر الأمم المتحدة، حيث أنك تدخل إلى حاجز تتجاوز الحاجز فيأتي حاجز آخر، وهكذا 4 حواجز متتالية إلى أن تصل إلى مقر الأمم المتحدة. المثير والقريب حل ذلك بصفه لانها انتكاسه للاوضاع الامنيه التي كانت هادئه لفتره في الصومال. على اي حال اشكرك على نقل الصوره الاستاذ عبد الله محمود الصحفي الصومالي. مشاهدينا، بعد ان القينا ضوء على اهم احداث القاره الافريقيه خلال اسبوع، دعونا نبدا في نقاشنا المستمر حول ملف حوض النيل الذي بدانا فيه نقاش مجموعه من الحلقات تناولت زوايا مختلفه فيما يتعلق بهذا الملف وكيفية التحرك من قبل مصر فيه، هو ما نسلط عليه الضوء الآن بعد التطورات الأخيرة. لعل آخر التطورات كانت في شكل جهود دبلوماسية تبلورت من خلال زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلى إثيوبيا. هذه الزيارة جاءت ووصفت بأنها كان لها هدف وضع حد للتراشق الإعلامي ما بين البلدين، و
وكان لها عدة أهداف فيما يتعلق بالالتزام بتقرير اللجنة الثلاثية من قبل إثيوبيا، وخرجت بنتائج إصرار إثيوبيا على المضي قدما في بناء السد، ولكنها ذكرت أنها يمكن أن تضع في الاعتبار التعديلات الفنية التي يمكن أن ترد إليها من اللجنة الثلاثية التي كانت مشكلة من قبل مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى خبراء أجانب لدراسة حالة هذا السد وما إذا كان له مخاطر على مصر والسودان من عدمه. الجهود ليست فقط في مصر، اليوم يعقد اجتماع بجوبة في جنوب السودان لوزراء الري لدول حوض النيل، ويمثل مصر في رئيس قطاع النيل بوزارة الري. طبعا يأتي هذا وسط احتمالات مؤكدة أو شبه مؤكدة بتوقيع دولة جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي. إذا رؤية لما يجري حتى الآن من جهود دبلوماسية وتقييم لها، بما أنها هي فقط التي وضحت حتى الآن. هذا هو ما نسلط عليه الضوء في هذه الحلقة من إفريقيا، معي فيها سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام للجمعية الإفريقية بالقاهرة وأحد أبرز الخبراء في الشؤون الإفريقية. أهلا بحضرتك يا فندم. دعنا أولا نتابع هذا التقرير ثم نعود لنبدأ النقاش. نتائج مثمرة أسفرت عنها زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلى كل من إثيوبيا والسودان. وزير الخارجية أكد أن الموقف قد شهد انفراجه، حيث اتفقت القاهرة وأديس أبابا والخرطوم على البدء فورا في مشاورات حول كيفية المضي قدما في تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، بما في ذلك الدراسات التي تم التوصية بإعدادها. كما شهدت المباحثات إعادة تأكيد الجانب الإثيوبي على عدم الإضرار بالمصالح المصرية. كما أكد وزير الخارجية الإثيوبي لنظيره المصري أن سد النهضة سوف يستخدم لأغراض توليد الطاقة، وأنه يتم بناؤه بأسلوب يأخذ في الاعتبار الشواغل الخاصة بالأمن المائي المصري. واتفق الجانبان المصري والإثيوبي في إطار العلاقات الأخوية والتفاهم المتبادل بينهما على البدء فورا في مشاورات على المستويين الفني والسياسي بمشاركة جمهورية السودان للتنفيذ العاجل لتوصيات لجنة الخبراء الدولية. وأكد وزير خارجية مصر وإثيوبيا الحاجة لاستمرار الحوار والتواصل لمتابعة نتائج مباحثاتهما. كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل قد استعرض تطورات الموقف بشأن سد النهضة الإثيوبي، حيث عرض وزير الخارجية تقريرا حول الزيارة. وفي هذا الصدد أكد مجلس الوزراء أن مصر ستسير في الطريق التفاوضي مع إثيوبيا في إطار مبدأ تحقيق المنفعة والمصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل. إذا تقييم لما بذل من جهد معلن حتى الآن في هذا الملف، سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام للجمعية الإفريقية بالقاهرة، أهلا بحضرتك مرة ثانية. أهلا وسهلا. يعني طبعا المتخصص والمتابع للشأن الإفريقي يعلم أن ملف سد النهضة الإثيوبي ليس بجديد، لكن ربما كان الجديد فيه هو تسليط الضوء عليه إعلاميا بعد تحويل مجرى النيل الأزرق من قبل إثيوبيا. حتى الآن ما بذل من جهد وآخره زيارة وزير الخارجية إلى إثيوبيا، وما ورد منها أو عنها من نتائج أعلنت في شكل تصريحات، كيف تقيمه؟ كيف تقرأه؟ أولا الجديد في هذا السد أنه كان سدا في الأصل مخصصا لتوليد الكهرباء على الحدود بين السودان وإثيوبيا بسعة 14 مليار متر مكعب. فوجئنا وفوجئ العالم أنه سيكون سدا لاستيعاب 74 مليار متر مكعب، مما يعني سيؤدي إلى التأثير على حصة مصر من مياه النيل خلال فترة ملؤه. بالنسبة لزيارة الوزير المصري لإثيوبيا أعتقد أنها كانت ناجحة إلى حد ما، حيث أبقت سبل التواصل السياسي، وأركز هنا على التواصل السياسي، حيث أنه لم يكن في الفترة الماضية اتصالات سياسية كافية بين البلدين حول تبعات هذا السد بالنسبة لمصر أساسا وأيضا بالنسبة للسودان. يعني اتفق على أن اجتماع لوزراء الري قد يعقد هنا في القاهرة، بالإضافة إلى اجتماع للفنيين من الدول الثلاث والمستشارين الدوليين
لبحث الناحية الفنية بقى، هل سيؤثر هذا السد فعلا على أليس كان ذلك مهمة اللجنة الثلاثية؟ ومن المفترض أنها يعني أخرجت تقريرا يرصد الحالة الفنية للسد، وما إذا كان هناك مخاطر من عدمه، لماذا لجنة جديدة؟ لماذا التفكير في لجنة جديدة؟ أليس ذلك بمثابة إضاعة للوقت؟ لأن لا، الإثيوبيون يقولون أن هذا السد لن يؤثر بأي شيء على مصالح مصر المائية. نريد أن نتأكد من ذلك، يعني لا نريد أن نأخذ يعني مجرد تصريحات مطمئنة على أساس أنها هي الفيصل في هذا الموضوع. نريد أن يشهد خبرنا أن تصميم السد لن يؤدي إلى الإضرار. يعني مناقشات فنية، ماذا سيكون معدل الأمان في هذا السد؟ لأن في حالة انهياره سيأثر على السودان ومصر أيضا. كيف سيتم ملء في كم سنة من السنوات؟ لأن مصر فعلا أعتقد أن ممثل مصر في اجتماع جوبا الحالي أكد أن مصر دخلت يعني مرحلة الفقر المائي، لأن مصر أقل دولة في دول حوض النيل، نصيب الفرد منها أقل من أي نصيب في دول حوض النيل الأخرى. هنا الحديث عن جدوى الحلول الدبلوماسية، لأن هذا الأمر عندما أثير إعلاميا آراء الخبراء اختلفت. بتأكيد الخبراء الفنيون لهم آراءهم ولهم مخاوفهم من هذا السد، لكن كان هناك آراء فيما يتعلق بالشق السياسي والتعامل. ترى أن الجهود الدبلوماسية لن تبدي، لأن إثيوبيا هناك إصرار منها على بناء هذا السد، هناك رفض تام بالاعتراف بمخاطره على مصر أو على حصة مصر المائية. في ضوء زيارة وزير الخارجية الأخيرة، هل لمست أن هناك أرضية للتفاوض ما بين القاهرة وأديس أبابا؟ يجب أن تمضي القاهرة في هذا الشوط إلى نهايته المفاوضات السياسية، حتى لا يقال أننا لم نتشاور مع الإثيوبيين حول تبعات هذا السد وقفلنا الباب في وجوههم. إذا كانت مصر تريد الاتجاه إلى المجتمع الدولي، سواء في الأمم المتحدة أو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو المعاهدات الأخرى، يجب أن تظهر أنها يعني ذهبت إلى أبعد حد في التفاوض مع الجانب الإثيوبي، حتى لا يقال أننا نغلق الباب حول مفاوضات واتفاقات. يعني هناك كثير من الدول تحث مصر وأثيوبيا على، ليس فقط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ولكن دول أخرى، فلا يجب أن نقفل هذا الباب منذ بدايته، يجب أن نمشي فيه، ولكن طبعا ليس إلى ما لا نهاية. هناك سقف زمني يجب أن نحدده نحن. ما هو السقف الزمني في رأيك؟ لأنه السد خطوات بناؤه أصبحت أمرا واقعا، فيبدو أن هذا المدى الزمني لا يجب أن يكون طويلا. طبعا يعني أعتقد أن هذا المدى الزمني يجب أن الحكومة المصرية تحدده بوضوح للجانب الإثيوبي، أننا لا نمضي في هذا التفاوض إلى ما لا نهاية، ويجب أن نتوصل إلى حل. إذا لم نتوصل إلى حل، فأمام الحكومة المصرية وسائل أخرى للاتجاه المجتمع الدولي أو للمحافل الدولية في هذا الصدد. طيب، فيما يتعلق باحتواء الأجواء غير الإيجابية التي خيمت على البلدين على الأقل إعلاميا، وكانت واحدة من أهداف زيارة وزير الخارجية إلى إثيوبيا، تعتقد أنه نجح في ذلك أم أن حساسية الوضع والتطورات التي تبعت تحويل مجرى النيل الأزرق ربما ليس من السهولة بما كان على أن تكون الأجواء طبيعية ما بين مصر وإثيوبيا، خصوصا وأن هناك جهود على المستوى الدبلوماسي ليست متعلقة بحوض النيل ولكن متعلقة بالعلاقات ما بين البلدين. ذكرت لي أن مجلس الشؤون المصري لشؤون الخارجية يعني قبل الهواء ذكرت أنه سيستضيف وفدا إثيوبيا. هذه الأمور الدبلوماسية الطبيعية ما بين دولتين تمضي في طبيعتها، يعني على ما يبدو في طبيعتها. نريد أن تقوم علاقات طبيعية بين البلدين. البلدين هما يمثلان أكبر دولتين في القارة الأفريقية، يعني أو من أكبر الدول في القارة الأفريقية، ويتوجب إقامة مثل هذه العلاقات فيما بينهما. يعني الجو كان مشحونا في مصر وفي إثيوبيا،
الصحافة كانت تتراشق بالاتهامات ضد الجانب الآخر. أعتقد أن ذلك هدأت، ولكن هذا ليس ضمانا عن إمكانية قيامها مرة أخرى. هذا توقف على النتائج التي ستسفر عنها اجتماعات وزراء الري والخبراء في القريب العاجل، وقد يكون هنا في القاهرة أو في أديس أبابا أو في الخرطوم. ولذلك يعني وزير الخارجية حرص على المرور على الخرطوم للتنسيق مع الجانب السوداني لتشكيل موقف مصري سوداني موحد في هذا الشأن. نعم. طيب اسمح لنا سيادة السفير أن ينضم إلينا للنقاش الدكتور عبد اللطيف البني المحلل السياسي من الخرطوم. مساء الخير دكتور عبد اللطيف. أسعد الله مساءكم. أهلا بك. ويعني هناك مؤشرات شبه مؤكدة على أن دولة جنوب السودان من المتوقع أن تقوم بتوقيع على اتفاقية عنتيبي. إذا ما حدث ذلك تعتقد أن هناك يعني سيكون تنسيقا أقوى مصريا سودانيا في ظل وجود هذه الاتفاقية ووجود السد كأمر واقع؟ بالضرورة أن يكون هناك تنسيق سوداني مصري، ويحبذا أن يضيف ذلك إلى السوق. يعني كل دول الحوضانيين ينبغي أن تتعاون مع بعضها لتحل الإشكالية. أعتقد أن زيارة جهاز بها وزير الخارجية المصري إلى سوريا إلى السودان تشكل بداية صحيحة لمسألة السابقة مسألة اتفاقية عسكرية الإطارية وكل ما يتعلق بحوض النيل. بتقديري أنا التفاهم بين هذه الدول هو الأجدى وهو الأنفع. فيما يتعلق بالتنسيق المصري السوداني بالضرورة أن يكون هناك تنسيق مصري سوداني، ولكن لا يستثنى كذلك فيما يتعلق بصد النهضة بالتحديد لابد كذلك من التفاهم مع سوريا. وأعتقد أن إمكانية الوصول لرؤية مشتركة بين الدول الثلاثة ممكنة وليست مستحيلة. ليست مستحيلة هذه رؤية فيها قدر من التفاؤل، يعني على ما تستند في رأيك هذا؟ أنا أعتقد أن التفاهم أوريدي كان موجودا حتى قبل أن يبدأ تحويل مجرى النهر لإغامة السد النهضة. هذا لم يبدأ في اليومين الماضيين وليس في الشهرين الماضيين، إنما الكلام عنه كان قبل أكثر من عامين، وهنالك بدايات تفاهم بين مصر والسودان حول وسوريا حول هذا السد، وكان ينبغي ان تستمر هذه التفاهمات. كل الذي حدث ان سوريا استعجلت، انها كان ينبغي ان تبدا في سبتمبر بدات في يونيو، وهذا لظروف سياسيه واثار بعض الشكوك. ولكن اعتقد ان التفاهم القديم الذي كان موجودا قبل بدايه تحويل مجرى النهر هو الذي استمد اليه في تفاعل هذا. أشكرك دكتور عبد اللطيف البني المحلل السياسي، كنت معنا من الخرطوم. سيادة السفير، بنظر إلى التصريحات التي جاءت من الجانب الإثيوبي، المخاوف من عدم ملائمة هذا السد للمواصفات الفنية فيما يتعلق بمواصفات الأمان، فيما يتعلق بتخزين ساعة تؤثر على حصة مصر المائية، هذا الأمر يقابل من قبل الجانب الإثيوبي بالتأكيد على أن السد به إمكانية لإطفاء أي تعديلات يمكن أن ترد عليه. في رأيك تقرير اللجنة الثلاثية هل جاء بالشكل الواضح الذي يضع الحروف نقاط فوق الحروف فيما يتعلق بالمخاوف؟ لأن أراء الخبراء ربما تكون اختلفت، والتصريحات الإثيوبية كانت تنفي تماما ما يثير خبراء المياه في مصر من مخاوف. أولا، نص التقرير اللجنة الثلاثية لم يعلن في الدول الثلاث، لا يزال تفسيرك لذلك يعني يبدو أن هناك اتفاق بين الدول الثلاث بالنسبة لك إعلاميين يعني يبدو أن هناك اتفاق بين الدول الثلاث على عدم إعلانه حتى تتم المفاوضات بشأنه. يعني ما تسرب من هذا التقرير أن لجنة الخبراء الدوليين وحتى الدول الثلاث توصي بإدخال بعض التعديلات على التصميم السد الذي لم ينتهي حتى الآن. يعني تصميم السد بالمناسبة لم ينتهي حتى الآن، وأعتقد أنه من صالح إثيوبيا نفسها أن تستمع إلى آراء الخبراء حتى لا تواجه بتصميم لسد لا يصمد لهزات أرضية ويؤدي بالإضرار بالغرض الرئيسي من بناء هذا السد، وهو توليد
الطاقة التي تريد إثيوبيا أن تبيعها للدول المجاورة أو الدول الأفريقية الأخرى وتستخدم العائد في تنميتها. فمن الصالح الإثيوبي أن تستعين بآراء الخبراء بما فيهم آراء الخبراء المصريين الذين لهم خبرة كبيرة في هذا الموضوع. لكن تفسيرك لهذا الغموض الذي كان سائد على نص تقرير اللجنة الثلاثية، هل كان ذلك معروف مسبقا؟ لأن الجميع كان ينتظر تقرير اللجنة لأنه هو الذي سيكون حاسما فيما يتعلق بتأكيد هذه المخاوف أو نفيها. لماذا هذا الغموض؟ يبدو أن التقرير يساند وجهة نظر الدول الثلاث ولكن ليس دولة محددة، ولذلك فضلت الدول الثلاث أن تبقي هذا التقرير، يعني سينشر في وقت لاحق، يعني لا يوجد سر في هذا العصر الذي نعيش فيه. ولكن التقرير بالنسبة لإدخال تعديلات على تصميم السد موجود بما تسرب من النص الذي أعلنته رئاسة الجمهورية المصرية، وأعتقد أن هناك يعني قبول من الجانب الإثيوبي بإمكانية تعديل هذا التصميم الذي لم ينتهي بعد. تصميم سد كبير بمثل هذا الحد ليس بالشيء الهين، ولدينا خبرة في تصميم السد العالي الذي استغرق عدة سنوات. سنواصل النقاش معك سيادة السفير لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نواصل النقاش حول العلاقات المصرية الإثيوبية الآن وخطوات مصر للتعامل مع تداعيات سد النهضة الإثيوبي. وآخر هذه الجهود كان زيارة وزير الخارجية المصري إلى إثيوبيا سيادة السفير أحمد حجاج، أهلا بحضرتك مرة أخرى. يعني في حديثنا عن الخيارات أمام مصر الآن للتعامل مع أزمة سد النهضة، هناك أكثر من خيار تم التلويح به ليس على الصعيد الرسمي ولكن على الصعيد الشعبي، على صعيد الخبراء وعلى صعيد السياسيين، كانوا يروا أن مرحلة التفاوض أو مرحلة الدبلوماسية ربما تكون قد انتهت، وعلى مصر الآن أن تنتقل إلى الخيار الثاني وهو التلويح بالموقف القانوني، لأن موقفنا القانوني كما يرى أيضا الخبراء هو موقف سليم 100% بالنظر إلى الاتفاقيات المنظمة لحصص مياه حوض النيل لدول حوض النيل. في رأيك لماذا تأخر خيار المسلك القانوني وما زال هناك إصرار حتى الآن على طريق الدبلوماسي؟ لا، في الاتصالات الدولية مصر تؤكد على الموقف القانوني، يعني في اتصالاتنا مع الدول الأجنبية والدول التي يحتمل أن تقوم بتمويل السد، مصر لا تتوانى عن إبراز موقفها القانوني. وأعتقد أن هناك تفاهم من الدول الكبرى ومن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية حول هذا الموقف، لكن الانتقال إلى إثارة هذا الموضوع في المحافل الدولية رسميا هو الذي سيأتي في مرحلة بعد استنفاذ كل وسائل التفاوض الدبلوماسي. ويعني أرجو أن نتسرع في انتقال هذه الخطوة قبل أن ننتهي من هذا الموضوع، وأعتقد أنه لن يستغرق وقتا طويلا. نعم، اسمح لنا سيادة السفير أن ينضم إلينا أيضا للنقاش الأستاذ علي فتح الباب رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس الشورى. أستاذ علي فتح الباب مساء الخير. أهلا بحضرتك. أهلا بك. والخطوات الآن التي تبذل على الأرض بالتأكيد ليس من المنتظر أن تكون فقط على المستوى الرسمي الرئاسي ولكن على مستوى الجميع، وكانت الدبلوماسية الشعبية خير دليل على ذلك عندما تحركت واتجهت إلى إثيوبيا قبل كل هذه التطورات. كانت هناك لمسة جميلة في العلاقات ما بين البلدين وكان هناك تقدير من إثيوبيا لها. أولا هذه الأمور توقفت بناء على التطورات الأخيرة، التحرك الأمثل من قبلكم الآن كيف ترى؟ في البداية أستاذ إيمان دعيني أن أرحب بسعادة السفير أحمد حجاج وأؤكد على ما قال به في الدقيقة الأخيرة أنه لابد من استيفاء كافة الجهود الدبلوماسية وخيار اللجوء الى السبيل القانوني، ده وارد بكل تاكيد، لكن لابد ان احنا نسلك بعض الخطوات بدايه ونوع من التحضير مطلوب.
للجوء اذا ما استدعى الامر ان احنا نلجا الى الخطوات القانونيه على المستوى الدولي. الامر الثاني هذه القضيه تحتاج فعلا الى حشد كل الجهود والطاقات على المستوى الدبلوماسي، على المستوى البرلماني، على المستوى الحكومي، على المستوى الشعبي، كافه مؤسسات المجتمع المدني. لابد انها تتهيئ وتلعب دورها، وانا اؤكد فعلا على ان الجهود الشعبيه في ما بعد ثوره 25 يناير كان لها دور ايجابي في هذه القضيه، ولكن ليست بالوعود الطيبه فقط تكون الامور، يعني ليست بالتصريحات فقط، يعني على الجانب الاثيوبي يمكن تصريحات طيبه وجميله، ولكن هناك اعمال على ارض الواقع، لابد ان تتماشى هذه التصريحات مع الاعمال التي تتم الان على ارض الواقع وتتزامن معها وتكون مناسبه لها. فاذا قلنا ان احنا بنقول نلجا الى الحلول الدبلوماسيه والتفاوض هذا امر مرغوب فيه بالتاكيد، فعلى الاقل تتوقف الاعمال على الارض ولا يكون هناك فرض امر واقع لا نعرف كيف سيسير بنا وفي اي اتجاه سيسير. لكن مع الاسف يعني كان هناك في نفس السياره اصرار على ان اثيوبيا ماضيه في بناء السد، هذا امر اصبح حتمي بالنسبه لاثيوبيا. يعني مصر لا تعارض من بناء السد او مشروع تنموي هنا او هناك. مصر اسهمت في كثير من المشروعات التنمويه في حوض النيل بشكل عام. نحن نؤكد على دور مصر التنموي والمساعد في كافه الاعمال التنمويه، ولكن بشرط الا يضر بالاخرين وخاصه السودان ومصر، وعلى الخصوص الحصه من مياه النيل. والاخطر من كده ان تكون هناك اي مخاطر من اي نوع من بناء سد هنا او هناك على دور المصب. نتاكد من ذلك من خلال الدراسات العلميه الموضوعيه الكافيه تقدم من الجانب الاثيوبي، خاصه وان هذه الدراسات طلبت من خلال اللجنه الدوليه واثيوبيا عضو فيها، واللجنه قالت ان هذه الدراسات المقدمه اليها لا ترقى ولا تكفي للحكم على مدى خطوره هذا السد من عدمه. طيب أستاذ علي، يعني هذا هو الموقف الرسمي المصري ما ذكرته بخصوص عدم رغبة مصر في يعني أن تؤثر على مسار التنمية في أي من الدول الإفريقية، لكن عندما ذكرت مثال الدبلوماسية الشعبية كان مثال واقعي وحقيقي على الفكرة التي طرحتها في البداية حول أن التحرك ليس فقط حكوميا أو رئاسيا أو حتى برلمانيا. لماذا لم تفكروا حتى الآن في تشكيل وفد أو لجنة تقوم بزيارة إثيوبيا ويكون لها دور في مسار التفاوض؟ أنا أحيي حضرتك، ونحن بالفعل نعد ليس فقط لزيارة إثيوبيا ولكن لزيارة الكثير من البرلمانات في دول حوض النيل والبرلمانات الإفريقية، ولكن نحن لا نريد أن نستبق الأحداث. وسيد وزير الخارجية كان له جولة في إثيوبيا والسودان، وكنا ننتظر نتائج هذه الجولة حتى عندما نقوم بأي زيارة هنا أو هناك نعرف كيف يعني الأهداف المرجوة من هذه الزيارة، لكن نحن نعد بالفعل مثل هذه الزيارات، وربما في القريب العاجل ستبدأ هذه الزيارات والأنشطة البرلمانية بجانب الأنشطة على كافة مستويات المجتمع المدني. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ علي فتح الباب رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس الشورى. سيادة السفير، في حديثنا عن مثال الدبلوماسية الشعبية، في رأيك لماذا هذه التجربة لم تتكرر؟ هل تأثرا بالأحداث الداخلية وانشغالنا بسخونة الأجواء السياسية منذ الانتخابات الرئاسية وحتى الآن ونحن على بعد أيام من الذكرى الأولى لانتخاب الرئيس محمد مرسي؟ أعتقد أن أثيوبيا وبعض دول حوض النيل تعول على انشغال مصر بشؤونها الداخلية إلى حد لا يمكن معه تكوين جبهة مصرية متينة غير منقسمة تساند المفاوض المصري. يعني الذي يشهد ما حدث في الأيام الأخيرة وما ننتظره في الأيام القادمة يقول أن شعب مصر ليس مهتما كثيرا بتكوين جبهة مثل هذه الجبهة، وهذا اعتقد ان الجانب الاثيوبي يعول عليه. من الراي العام انشغل بهذا الملف، يعني ملف حوض النيل كان غائب عن الراي العام المصري. نعم. لحين جاءت خطوه اثيوبيا وتسليط الضوء اعلاميا بكثافه على ملف حوض النيل هنا. نعم. شعر الشارع المصري بالخطر. نعم، لكن يبدو ان هذا الشعور وقتي،
يعني بتشغله أشياء أخرى كما ماذا سيحدث في 30 يونيو، من هو الجانب الذي سيحشد يعني رأي عام أكبر، الدستور، من هو المسلم من هو الكافر، يعني لغير ذلك. الحقيقة نحن أصبحنا نعيش في جو يعني غير مناسب لتسيير أمور هذا البلد. فأعتقد أن يجب أن نتنبه لهذا الموضوع، لأن مياه النيل أعتقد أن يجب أن تكون القضية الأولى التي تشغل الرأي العام المصري 24 ساعة في اليوم و12 شهر في السنة و365 يوم في السنة، لأنها قضية حياة، قضية حياة أو موت. يعني لا مياه لا مصر، يعني لن يؤدي من يحشد حشودا أكثر في 30 يونيو سيغير من معادلة مياه النيل. يعني يجب على كل أطياف المجتمع المصري أن تتنبأ لهذا الموضوع وتتنازل لتأجيل يعني التعارك على من سيكون له اليد الطولة في الموقف السياسي الداخلي حتى ننتهي من موضوع مياه النيل. ذكرت أن ربما تستغل إثيوبيا ذلك وبعض الدول الإفريقية، لكن تعتقد أن هذا الشأن الداخلي المعقد والمحتدم الآن سيؤثر على طريقة تعاملنا رسميا على المستوى الرسمي مع أزمة صد النهضة الإثيوبي؟ طبعا المفوض المصري يجب أن يشعر أن وراءه جبهة متماسكة في طريق التفاوض مع دول حوض النيل الأخرى، لأن موقف داخلي بينعكس دائما على ما يحدث في الخارج وليس العكس. فيعني البلبلة يعني قد يؤدي إلى تغيير المفاوض المصري في أي لحظة من اللحظات، قد يؤدي إلى خيارات داخلية تؤدي إلى إثارة عنف ولا سمح الله. فمثل ذلك يعني لن يساعد المفاوض المصري في طريق التفاوض مع الأطراف الأخرى. ذكرت أن المدى الزمني هام، إذا ما تم تحديد هذا المدى الزمني في التفاوض مع إثيوبيا، الخيار الذي يلي، وهو سؤال نحرص على طرحه لأنه هو الأهم في هذه المرحلة، خيارات مصر للتعامل مع هذه الأزمة، تعتقد أن الخيار القادم أمام مصر إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية ماذا سيكون؟ وطبعا كل الخيارات مفتوحة أمام الجانب المصري، ويجب أن يظل هذا القول قائما، ولكن يجب استبعاد الحل العسكري كما يلوح به البعض، لأنه لن يجدي في مثل هذا يعني أو لم يأتي أوانه بعد. فيجب أن نركز على هذه المرحلة التفاوضية، بعد أن ننتهي منها نتخذ قرارا آخر، لكن لا يجب أن احنا نستقرئ المستقبل ونحدد خطواتنا. لأن لو لاحظتي أن الجانب الإثيوبي لا يبلغ الرأي العام عنه بالخطوات التي يقوم بها، يعني احنا بنتكلم كتير وبنقول بيقولوا ايه مثل المصري اللي في قلبنا على لساننا على طول. يعني حضرتك شايف انه الحديث في الاعلام عن هذه الخيارات ليس مناسبا، حديث يعني اهوج ويجر الى اتجاهات متضاده. لو تابعتي الراي العام الاثيوبي، الحكومه الاثيوبيه بتدي له المعلومات بالقطاره، فهنا يعني يجب ان احنا نقلل الخلاف. بل على العكس، يعني المطالبة دائما بالشفافية والإعلان وطمأنة الرأي العام، ربما يعني الأمر يكون بالحساسية التي تسمح ب يعني ليس بالكثير من المكاشفة، لكن تعتقد أن الوضع سيختلف كثيرا إذا ما تم توقيع رسميا من قبل جنوب السودان، والمتوقع أن توقع على اتفاقية عنتيبي؟ لا، جنوب السودان يعني توقيعه كان هم صرحوا بذلك منذ مدة، واعتقد ان موقف مصر والسودان معارض على هذا التوقيع. بالمناسبه اثيوبيا هي الدوله الوحيده التي صدقت على حتى الان، فيعني متوقع دول اخرى. فيعني مصر والسودان يجب ان تحتفظ بموقفهما الرافض على التوقيع او التصديق على اتفاق عنتيبي، لان لا يصح التهاون في هذا الموقف مجامله لتخفيف الضغوط التي توجد على مصر والسودان في هذا الصدد.
في ختام حوارنا سيارة السفير، كان ينظر دائما لملف سد النهضة والمخاوف منه على أنه خطر يطال مصر والسودان، وبالتالي كان الحديث عن أن مصر والسودان تتحركان لمواجهة هذا الخطر. تعتقد أن بعض التصريحات السودانية ربما غيرت من هذه الصورة، أو ربما تحمل توقعات بأن تتحرك مصر وحدها في هذا الملف ويكون للسودان حسابات أخرى؟ هناك مواقف بعض السودانيين يفكرون مثل هذا الموضوع، ولكن الحكومة السودانية أكدت لنا في أكثر من مناسبة أنها تتضامن مع مصر في موقفها وأن هناك تنسيق، وأعتقد أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من هذا التنسيق. وليس من صالح السودان الانفصال عن الموقف المصري، وليس من صالح مصر الانفصال عن الموقف السوداني. يجب على الموقف المصري والسوداني أن يكون جبهة يعني موحدة ومنسقة، وأعتقد أن مهما كانت هناك يعني خلاف في وجهات النظر فإن المصلحة العليا للبلدين هي واحدة. شكرا جزيلا لك سيادة السفير أحمد حجاج، الأمين العام للجمعية الإفريقية بالقاهرة وأحد أبرز الخبراء في الشأن الإفريقي. شكرا. أشكركم مشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء.